السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طلاب تانية ثانوي. إن شاء الله النهاردة هنحل ليكتشر 6. أول سؤال بيقول لي سبيس بيليف ذات أول ماترز أر كومبوزد أوف فور كومبوننت. مين اللي قال إن أي ماتيريال فيها فور كومبوننت، ووتر إير داست فاير؟ أرسطوتل. سبيس ذات ذا ماتر إز كومبوزد أوف سوليد أنديفايدد بارت. مين هو يا شباب؟ دالتون لما عملنا فيرست أتوميك ثيوري، وقام حاطط في الفيرست أتوميك ثيوري كام بند كده، أول بند فيهم قال إن أي حاجة بتتكون من أتوم، والأتوم إز solid undivided part. Space said that the atom is a sphere of uniform. الله على كلمة uniform. تدري يا ابني يعني ايه uniform؟ يعني irregular. يعني كلمة جميلة جدا اسمها homogeneous. يعني منتظم. يعني البوزيتيف مش لوحده والنيجاتيف لوحده، ده كله من ده على بعض على بعضه كده. تمام؟ Equal number of electron in it. يبقى مين هو يا شباب؟ سامسون اللي قال ان الاتوم از ايه يا شباب؟ homogeneous. بعد كده Space said that the atom is a complicated structure زي السولار سيمسم. مين يا شباب السولار سيمسم؟ راذرفورد لما قال ان النيوكليوس في السنتر شبه الصن، وقال ان الالكترونز بتلف حوالين السنتر ده زي البلانتس بالظبط بتلف حوالين الصن. بعد كده نمبر 5، the rays emitted from the plate connected to the negative pole of the electric source in an discharged tube is called ايه يا شباب؟ كاثود rays. بعد كده طبعا احنا عندنا نوعين من الريز اصلا، الفا والكاثود. الالفا بتخرج من مين؟ بتخرج من راديو اكتيف ماتيريال، لكن هيقول لي كهرباء وشغل يبقى على طول كاثود rays. the rays which has thermal effect and emitted from the negative electrode is called ايه يا دكتوره؟ كاثود rays. on changing the material of cathode. طب انا هغير لك الماتيريال وكمان هغير لك الجهاز. لو غيرت الماتيريال او غيرت الجهاز البروبرتيز دازنت تشينج. بيقول لك ذا ريز تشينج، يا راجل حرام عليك. بيقول لك ذا ريز دازنت تشينج، طبعا زي الفل مفيش اي مشكله خالص. بعد كده ذا ريز ذا ساينتست هو The scientist who refused Aristotle idea. مين اللي refused Aristotle؟ مين اللي جه بعد Aristotle؟ يبقى هو اللي رفض. مين اللي جه؟ بويل. يبقى بويل هو اللي رفض على طول يا باشا. تمام كده؟ طب Aristotle refused مين؟ جريك فيلوسفرز. مين اللي رفض جريك فيلوسفرز؟ أرسطوتل. The scientist who said that the atom of each element are different from the atom of any element other element. ده مين هو يا شباب؟ دالتون قالها في فيرست ثيوري لما قال atom of the same element are similar. Atom of different are different. تعالى نمبر 10 و11 عشان جمال قوي. بيقول لي in Rutherford experiment some of alpha rays reflect. كلمة reflect يعني ايه؟ يعني return. كلمة return يعني ايه؟ يعني bounce. يعني رجعوا تاني. معظم الريز رجعت تاني. معنى ان الريز رجعت تاني يا اولاد. الريز رجعت تاني يبقى خبطوا في حاجة. والحاجة دي من جوه مليانة. لو كانت الحاجة من جوه دي فاضية كانوا اخترقوها. لكن هما رجعوا. تمام كده؟ بقول يا شباب the nucleus is positive charge. على فكرة الجملة دي صح. ولكن الجملة دي هتخلي الريز ترجع ولا deflect. deflect. بمعنى ايه deflect؟ بمعنى deviate. تمام كده؟ بعد كده يا شباب بيقول لي ذا الكترون ار نيجاتيف تشارج. الالكترون نيجاتيف بس ده ملوش علاقه. نيوكليوس از سو سمول. نيوكليوس از سو سمول. نيوكليوس صغيره جدا. هو نيوكليوس صغيره جدا ده يخلي الريز تعمل ايه يا باشا؟ ده يخلي الريز تبنتريت يعني تخترقها وتخترق ان الاتوم وتعدي. نيوكليوس فيري هاي دنسيتي. نيوكليوس فيري هاي دنسيتي او النيوكليوس از سوليد. طبعا ده سبب هيخلي اللي يخبط فيها يرجع لانها سوليد هاي دنس مليانه مش قادر يخترقها. تمام كده؟ فالاسباب صحيحه، ولكن من السبب اللي يخلي الريز ريفلكت ترجع تاني يا شباب هو السبب الاخير ده. بعد كده ان راذرفورد اكسبيرمنت سام اوف الفا بارتيكلز ديفليكت. ديفليكت يعني ايه؟ يعني ديفييت يعني انحرفت. بعض الريز ديفييت انحرفت ليه؟ اول حاجه نيوكليوس از بوزيتيف. طبعا ده سبب جميل ولسه شارحينه فوق. الكترونز نيجاتيف ده سبب صح بس مش هو. نيوكليوس از سو سمول ده سبب يخليها تعمل ايه يا شباب؟ تبنتريت تخترق. نيوكليوس فيري هاي دنسيتي ده يخليها تريفليكت ترجع تاني يا دكتور. بعد كده نمبر 12 بيقول لي ان راذرفورد اكسبيرمنت موست اوف الفا ريز باص. باص يعني ايه يا دكتور؟ بنتريت ذا جولد فويل وزود تشينج. عشان ايه؟ الاتوم از امتي. الله. نيوكليوس از سو سمول. الله نفس المعنى. ما هو النيوكليوس صغيره جدا فالباقي كله فاضي. تمام. جريتر ماس اوف الكترون. يا راجل حرام عليك، الالكترون اصلا عندها ماس ده نيجلكتد. يبقى نختار مين يا باشا؟ ايه وبي. بعد كده بيقول لي الفا بارتيكلز امتد فروم راديو اكتيف ماتيريال. الالفا اللي بتطلع من راديو اكتيف ماتيريال بوزيتيف صح. Has the same structure of helium nucleus صح. A and B A and B لان الالفا الهيليوم اتش اي 24 فالالفا عندها نفس الوزن بتاع النيوكليوس بتاع الهيليوم بالظبط. بعد كده the number of orbitals in the sub level 3D. عدد الاوربيتال في 3D باشا والله ما فرق 3D من 4D. عدد الاوربيتال في D كام اوربيتال يا باشا؟ 5 اوربيتال.
نمبر اوف اوربيتال في الفور اس، والله ما فرقه فور اس يا باشا، المهم انها اس. الاس عندها كام اوربيتال؟ 1 اوربيتال. نمبر اوف اوربيتال في التو بي، التو بي بي يا باشا المهم انها بي. البي عندها كام اوربيتال؟ 3 اوربيتال. نمبر اوف اوربيتال في الفور اف يا باشا مش فرقه فور اف من 5 اف من 6 اف، حتى لو في الفكره انها اف، والاف عندها 7 اوربيتال. بيقول لي سب ليفل ويتش كونسيست اوف 1 اوربيتال. السب ليفل اللي عنده 1 اوربيتال، جايب لي نفس الاسئله بالعكس، اللي عنده 1 اوربيتال مين هو شباب؟ اس. السب ليفل اللي عنده 5 اوربيتال، مين اللي عنده 5 اوربيتال؟ دي. السب ليفل اللي عنده 3 اوربيتال مين هو؟ بي. اللي عنده 7 اوربيتال مين هو؟ اف. طبعا احل بسرعه لان دي اسئله عبط يا جماعه، ده الراجل بيذاكر معاك تمام كده. بيقول لي ذا نمبر اوف الكترون ويتش ساتوريت ذا سب ليفل اس، عدد الالكترون اللي بيملى اس كام واحد يا شباب؟ 2 الكترون. ذا نمبر اوف الكترون ويتش ساتوريت ذا سب ليفل بي، عدد الالكترون اللي بيملى البي، البي بتاخد كام الكترون يا باشا؟ 6. نمبر اوف الكترون ساتوريت ذا سب ليفل دي، دي بتاخد كام الكترون يا باشا؟ 10. نمبر اوف الكترون ويتش ساتوريت ذا سب ليفل اف، الاف بتاخد كام الكترون؟ 14. Number of electron saturates the fourth energy level. Fourth energy level احنا المفروض 2 8 18 32، وفعلا 32 ده اكبر عدد وما بيزيدش عن كده. لو سالنا عن حد بعد كده هقول له 32 برضه. Number of electron saturates the third energy level كم هو؟ 18. Second energy level يبقى 8. First energy level يبقى 1. طبعا احنا اتفقنا يا اولاد مع بعض في الليكتشر 5 ان كلمه energy level تعني main level وليس sub level تمام. بعد كده 30، the number of electron which saturate the principal energy level n، عدد الالكترون اللي بيملى n، بيسالنا عن عدد الالكترون، يبقى الريليشن مين يا باشا؟ 2 n بار 2. خلي بالك الباور 2 مع الn بس، يعني شوف العلاقه لقله الادب دي، جايب لك 2 n بار 2 والباور على كله، ينفع؟ لا طبعا غلط. طب 2 n بار 2 القمر الحلوه دي هي دي اللي احنا عايزينها. طب n بار 2، ان بار 2 الاولانيه دي بتحدد لي الانرجي يا جماعه. ذا ماكسيمم نمبر اوف ذا برينسيبل انرجي ليفل ان ذا هيفيست نون اتوم، اكبر عدد من الانرجي ليفل في هيفيست نون اتوم كام واحد يا جماعه؟ 7. بمعنى وانت بتكتب القصيده اكبر كو افيشنت كام؟ 7. يبقى ده هايست كوانتم نمبر ببساطه شديده. بعد كده وين ان الكترون ترانسفير فروم ذا انرجي ليفل كي 2 ام، اتنقل من الكي ال ام، من الكي راح للال، وبعد يعني كده نقل كام جنبايه؟ جنبتين. It gain a quantity of energy equal، برافو على طول كوانتم، ما فيش حاجه اسمها 2 كوانتم يهبل ولا 3 كوانتم، مهما يتنقل عدد من الليفلات هو كوانتم تمام. بعد كده the orbital of the same sub level، الاوربيتال بتاعت نفس السب ليفل، اوربيتالز نفس السب ليفل. يعني ايه نفس السب ليفل؟ يعني مثلا البي عندها كام اوربيتال؟ مثلا 3. لو 3 بي عندها 3 اوربيتال، 4 بي 4 3 اوربيتال، 5 كده يعني، اي بي 3 اوربيتال. الاوربيتالز دي different in shape equal in energy ولا different in energy؟ تمام كده، برافو عليك، ايكوال ان انرجي يا دكتور. الاوربيتال اللي نفس السب ليفل ايكوال في الانرجي، يعني الاوربيتال ده لو جيت احسب طاقته هقول له 3 بلس 1، طب ده 3 بلس 1، طب ده 3 بلس 1، ما كلهم تبع 3 بي، والان هنا ب 3 والال ب 1 تمام كده يا جماعه. بعد يبقى نختار من هنا يا شباب ايكوال في الانرجي طبعا، اوربيتال نفس السب ليفل. طب لو قال لي السب ليفلز وبعضها، قاطع لساني يقول ايكوال، السب ليفلز كلها ديفرنت تمام كده. بعد كده ان اتوم اكس 25 عايزين نوزعه، بيقول يا شباب ان ايه ده بنوزعه على حسب النوبل الجائز، وده هناخده المره الجايه ان شاء الله، او خدناه المره دي يعني. ان ايه 3s2 3b6 4s2 3d5، الله على توزيع القمر ده. استنى يا عم، ده جايب لي 4s قبل 3d، 3d قبل 4s، جميل. بس لما ملى، هل ملى 3d بالسبعه ولا حط 2 في 4s وكمل الباقي في الدي؟ يعني الدي كانها هي الاخير، بدل انها مش مليان. طب هنا ان اي 3s2 3b6 4s2 3d5، الله على القمر، هي هي بالظبط. ان اي 3s2 4s2 3b6 3d5، ينفع نختار هنا يا شباب؟ ينفع نختار دي كده بالشكل ده؟ لا طبعا مستحيل. وبالتالي هنختار مين يا باشا؟ هنختار كله صح يا باشا. الفكره انا مليت مين يا دكتور؟ انا مليت مين؟ واحد يقول انت جبت 3b، ما هو نفس الفكره برضه، انا جبت هنا 3 ال 3d قبل 4 قبل 4s، بس لما مليت مليت صح، يعني حطيت في 3s وحطيت في 3b وحطيت في 4s، و3d هي اللي مش مليان، وبالتالي دي. Number of orbitals in the sub level 3d، عدد الاوربيتال في 3d، اي d عندها كام اوربيتال يا باشا؟ 5. الدي اه سوري 5 صح. ان element with atomic number 10، number of sub level filled with electron، filled with electron والله نوزع ال 10، 1s2 2s2 2p6 كده 10، عدد السب ليفل مليانه بالالكترون كام واحد؟ 3. سب ليفل اف ساتوريتد وذ نمبر اوف الكترون ايكوال 14. ذا فورث انرجي ليفل ساتوريتد وذ نمبر اوف الكترون ايكوال 32، الفورث الرابع. ان اليمنت وذ اتوميك نمبر 17، اتس الكترون كان بي ديستريبيوتد ان نمبر اوف اوربيتال ايكوال كام؟ والله نوزع 17، 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5
5 2 و2 4 10 2 و2 4 6 10 12 17. جميل. لما نيجي نوزع الاوربيتال بقى الاس هتاخد كام اوربيتال؟ 1 والاس 1 والبي 3 والاس 1 والبي 3 اجمع 1 1 2 و3 5 و1 6 و3 9 يبقى كام اوربيتال يا جماعه؟ 9. ذا انرجي سب ليفل ذات كونسيستس اوف 3 اوربيتال. مين اللي عندها 3 اوربيتال يا شباب؟ بي طبعا. نمبر اوف اوربيتال ان ذا سب ليفل اف. اف الاف عندها كام اوربيتال يا شباب؟ الاف عندها 7. ذا ساينتست هو انتروديوس ذا مين انرجي ليفل اند ديفاين ذا نمبر اوف ذا نمبر از. مين الساينتست اللي عمل المين انرجي ليفل؟ البرنسبل اللي على اسم لوحده، البرنسبل بس وليس الاربعه. ما تقوليش رودنجر، امال مين على طول؟ بور يا باشا. بور هو بتاع المين انرجي ليفل. ذا ماكسيمم نمبر اوف الكترون اوكيوباينج ان انرجي ليفل اوف ا برنسبل كوانتم نمبر ان كان بي كالكوليت فروم ذا لو. اكبر عدد من الالكترون في اي انرجي ليفل. انرجي ليفل يقصد مين يا شباب؟ يقصد مين ليفل، تمام كده. كان بي كالكوليت فروم ذا لو 2 ان باور 2 لسه قايلين دلوقتي حالا. يبقى نختار مين يا باشا؟ سي. طب امتى اختار دي؟ لما يسالنا عن مين؟ الانرجي، تمام كده. اشربوا ميه. بعد كده the scientist who introduced the sub level and defined its number. مين الساينتست اللي قدم لنا شباب السب ليفل وقال لنا كمان النمبر بتاعهم؟ مين الساينتست ده شباب؟ شرودنجر هو اللي عمل السب ليفل وعددهم. The scientist who used the term of electron cloud to describe an orbital. الساينتست اللي قال electron cloud وعرف لنا كمان الاوربيتال، يبقى مين هو يا شباب؟ شرودنجر. The number of orbital in the principal level n equal. عدد الاوربيتال في اي ليفل n equal. equal ايه يا باشا؟ equal n power 2. تمام كده. ان بار 2 عدد الاوربيتال نص عدد الالكترون. لو قال عدد الالكترون هقول له 2 ان بار 2، اما عدد الاوربيتال ان بار 2. وين ذا اتوم جين هو ذا اتوم از ان ذا جراوند ستيت. لما تكون اتوم في الجراوند ستيت يبقى هي الاتوم دي في اقل انرجي. بقول يا شباب الاتوم اللي هتكون في الجراوند ستيت دي ببساطه شديده لوز انرجي. هتلوز انرجي؟ هتلوز ليه؟ يعني يبقى في الجراوند ستيت ويلوز وينزل يتبلع في النيوكلس ولا ايه؟ مش حاجه اسمها كده. في الجراوند ستيت ممكن يابزورب لما اديله انرجي ويطلع هو اللي في الاعلى، تمام. ولكن من نفسه مش هيلوز انرجي ولا هيجين انرجي منه نفسه الا لو انت اديته انرجي. طب ليه ما قلتش جين انرجي مع انه ممكن يجين؟ ما هو ما قاليش انا هديله انرجي اصلا، تمام. اميت لايت كونتينوسلي؟ لا طبعا مش هيميت لايت ولا هيطلع حاجه. دونت لوز اور جين انرجي طبعا. وده اول بند من بور بوستيوليتس. يعني ايه بور بوستيوليتس؟ يعني افتراضات بور، تمام كده. بعد كده 48 بقول يا شباب ذا سكند برنسبل انرجي ليفل ال. سكند ليفل ال الثاني is saturated by a number of electron equal ال ال. الكي بياخد 2 وال ال بياخد 8. when the electron transfer to higher energy level لما يتنقل لليفل اعلى. الالكترون ترانسفير لليفل اعلى هيعمل ايه الالكترون اللي بيتنقل لليفل اعلى ده يا شباب؟ بيقول لي لوز كوانتم، تمام كده. جين كوانتم. دونت لوز اور جين؟ لا مش دونت لوز اور جين، هو خلاص بيتنقل. امت كونتينوس لايت هيطلع لايت؟ لا هيطلع لايت. هو ايه؟ هو رايح ولا هو راجع؟ هو راجع. طب دلوقتي انا هختار ما بين مين ومين؟ ما بين لوز وجين، تمام كده. هختار مين يا شباب؟ جين. طيب واحد هيتخانق معايا يقول لي الالكترون عمل ترانسفير فالمفروض انه هيرجع تاني. على فكره معاك حق، بس تعالى كده عايزك تبص معايا بهدوء للجمله بموضوعيه. انا ممكن اكون اقول لك اقصد بيها ان الالكترون عندما يكون وضعه ظروفه بانه بينتقل، يبقى في الحاله ده هو بينتقل تو هاير ليفل. في الحاله دي هيريليز ولا هيجين؟ هيجين، ما هو بينتقل، بينتقل ليفل اعلى تو هاير انرجي ليفل، يبقى جين. واحد يقول لي لا ممكن يكون قصده لوز. جميل جدا. اقرا الاختيارات كده يا باشا. اولا دونت لوز اور جين اللي هي دي مستبعده. امين. حلو. لوز كوانتم اوف انرجي واميت كونتينوس لايت. الاثنين دول اصلا معناهم لوز على فكره. اذا انت هتختار غصب عنك بيه، لان الاثنين دول نفس المعنى، وبالرغم مش جايب لي مثلا ايه ودي. انت معايا؟ وبالتالي يبقى السؤال المقصود منه ان لما يكون الالكترون بيتنقل لليفل اعلى يبقى هو كده كان واخد انرجي فبيتنقل ليفل اعلى. اللي يحصل بعد كده انه هيريليز ويريتيرن باك تو ذا جراوند ستيت. ذا ماجنتيك كوانتم نمبر. طبعا الماجنتيك كوانتم نمبر اللي هو ام ال، والام ال رينجز بتوين نيجاتيف ال تو بوزيتيف ال. الام ال ده الثالث. احنا عندنا كام كوانتم نمبر يا دكتور؟ اربعه. الان ده بيوصف مين يا شباب؟ بيوصف المين ليفل. اما عندنا ال ال ده بيوصف مين يا شباب؟ ده بيوصف السب ليفل. عندنا بعد كده الام ال وده بيوصف الاوربيتال. عندنا بعد كده الام اس وده بيوصف يا شباب مين؟ سبين موشن اوف الكترون.
اللي هو حركة مين يا باشا؟ الإلكترون، تمام كده؟ واللي ديفاين نمبر اوف سب ليفل، نمبر اوف اوربيتال ان اديفينيت سب ليفل، ديفاين ماكسيمم نمبر اوف الكترون ويتش سب ليفل كان بي ساتوريتد. بيقول لي طيب باشا هنختار مين على طول؟ هنختار بي نمبر اوف اوربيتال يا دكتور على طول. بعد كده ان اليمنت هوز اتوميك نمبر ايكوال 8، الكونفيجريشن بتاعه والله احنا نوزعه على جنب ونشوف. 1s2 2s2 2b4 1s2 2s2 2b4 الله امر. 1s2 2s2 2b2 3s2 اعوذ بالله اعوذ بالله. 1s2 2s2 الله على الجمال 2b2 2b1 2b1 الله على القمر. هنختار ايه عند سي؟ تدري ليش؟ تعالى كده لو جيت ترسم الاوربيتال دي اهو سنجل وبير، طب الاوربيتال ده سنجل وبير، طب البي لها كام اوربيتال؟ 3 سنجل 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 زين بير. المفروض ده اكس وده واي وده زد، فيبقى ال 2b اكس فيها 2، ال 2b واي فيها 1، ال 2b زد فيها 1، تمام كده؟ اللي هي الجمله المكتوبه دي 2b اكس و2b واي و2b زد، تمام. بعد كده ذا فيفث برنسبل انرجي ليفل، البرنسبل ليفل الخامس. الخامس انا عندي يا شباب الاولاني بياخد 2 والثاني 8 والثالث 18 والرابع 32 وعدد الالكترون doesn't exceed the 32. ليه؟ because the atom will be unstable if the number of electron exceed 32. وبالتالي تقول لي بقى الخامس ما خامس يبقى 32. From the modification of Bohr theory by the modern theory، من التعديلات اللي على بور من المودرن. هو المودرن كان فيها كام واحد يا دكتوره؟ برافو، كان فيها ثلاثه. مين هم الثلاثه؟ اول واحد دي برولي حبيبي، دي برولي قصف جبهه بور وقال له الكترون از ا بارتيكل هاز ويف. جاله هايزنبرج الجامد قال له امبوسيبل تو ديترمين البوزيشن والسبيد، اخرك اخرك ابو هر يهبل وبروبابلي اكزيست. جاله بعد كده شرودنجر وقال لنا اوربيتال انستيد اوف اوربت والكترون كلاود، وقال لنا سفير بدل سيركل وبدل 1 دايمنشن 3 دايمنشن كده يعني. فاقول لك الدول نيتشر اوف الكترون، كلمه دول نيتشر اوف الكترون يبقى الكلام على مين يا باشا؟ يبقى الكلام على دي برولي. هايزنبرج يبقى الكلام على مين؟ على هايزنبرج خلاص. شرودنجر اول ذا بريفيوس. ذا مودرن تيرم for finding the electron around the nucleus. المودرن تيرم يعني التعريف الجديد للفايندنج الكترون. طبعا الاولد تيرم او الكلاسيكال تيرم كان ايه؟ كان كلمه اوربت بتاعت مين يا باشا؟ بتاعت بور. هل كلمه اوربت بتاعت بور ده الكلام الحديث؟ لا، ده الكلاسيكال، ده الاولد، ده الكلام القديم. اما المودرن تيرم الكلام الحديث اوربت ولا اوربيتال؟ اوربيتال. ايه الكترون كلاود، كل ده مفاهيم حديثه. الكترون كلاود اسفير بدل سيركل، تمام كده، بدل بلينر، تمام كده. بيقول لي ذا الكترون روتيت اراوند ذا اتوم، الالكترون هيلف حوالين الاتوم. طب ما هو بيلف ماشي، المشكله بيلف ازاي؟ المشكله في مكانه، تمام. ذا الكترون اكزيست ان اريجن، يعني ان اريا اراوند ذا نيوكليوس تيرمد باي الكترون كلاود. الله على العظمه. ذا الكترون بريزنت ان اوربت اراوند ذا نيوكليوس، الالكترون في اوربت حوالين النيوكليوس. لا طبعا هي بيختش اوربت، ده كلام قديم بتاع بور الاهبل. وبالتالي هنختار الاجابه الوحيده مين يا اولاد؟ هنختار بي، تمام كده. ده المود الانسر يا حبايبي، ده كده ان شاء الله ليكشر 6. ان شاء الله ميعادنا المره اللي جايه مع ليكشر 7. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.